عندي 17 18 سنه كده قررت ان انا هسجل هسجل يعني انا سجلت كل البني ادمين اللي انا قابلتهم في حياتي بجد سجلتهم. يعني انت كنت قاعد بتذاكر زي دي من اهم مذاكره التمثيل على فكره ان انت تقعد تذاكر وتاخد نوتس وتعمل الحاجات دي كلها عشان تيجي تسترجع الشخصيات دي لما تيجي تمثل. خشي كافيه الصبح الساعه 7 الصبح في حته في داون تاون في مانهاتن وتتكلمي مع الناس وتشوفي الويتر بيقول ايه والراجل اللي بينظف ده اتكلم ازاي. وانت ب 18 سنه كنت بتسجل في دماغي في دماغي ابتديت اسجل في دماغي لحد ما يعني خطه التمثيل دي موجوده من زمان جدا من وانت لعيب جامد قوي كمان. طب دي بقى اللي بتخليك اشلك فيديو سكر وانت قاعد بتتكلم انجليزي بس بالهندي لسه عامله دلوقتي والله بجد هريت انا البتاعه دي يجنن انت عملت طبعا مع فاطمه مصطفى الفيديو ده كان فاطمه جميله أيوة. الفيديو ده كان يجنن ان انت جبت الاكسنت الهندي وهو بيتكلموا انجليزي جدا والله. ما هي دي بقى من المذاكره ما انت دلوقتي قلتها لي عرفت السر برافو عليك صح هي دي من التسجيل لان انا سجلت مواقف وسجلت بني ادمين لما دخلت المكان ده النهارده كان الصبح الناس دي كانت بتتكلم ازاي ولما رميت الافيه ده ضحك وده ضحك وده ما ضحكش ما ضحكش ليه تيجي تاني يوم كده تضحكي فالقوم ضاحك ده طب ده ما ضحكش ليه ترجعي تاني تقعدي تسجلي طب انا النهارده لما جيت اتكلمت مع ده بجد ده صدقني لما اتكلمت مع ده مسرح هشام انا بيتهيأ لي ان انا هحبه جدا 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 لان المسرح كله قايم على هيومن انتراكشن وبتاخد على طول في ساعتها فما فيش بقى حته ان انت هنعمل هنقطع وهاخد لك من هنا انت النهارده لو الناس حساك وحباك هتاثر فيهم هياخدوها في ساعتها فانا بيتهيالي ان انا ممكن حاجه زي كده اعبدها. انت عشري يعني على فكره هشام في الحقيقه عشري يعني هو تلاقوه ماشي بيتصاحب على الناس كلها وبيتكلم وبيسلم واللي ما يعرفوش بيتعرف عليه انت ده برده من التربيه بتاعت السكواش من زمان. لا انا مؤمن ولا دي اتس رانينج ذا فاميلي بقى ممكن بالظبط ممكن ان انتوا فعلا كلكم كده انتوا بتتصاحبوا على انتوا عيله بتتصاحب على الناس كلها وبتتحرك وبتتكلم واكتف جدا طول الوقت. انا مؤمن بالبني ادم يعني دايما عندي ايمان بالبني ادم عشان كده دايما بحس ان انا عايز افكره ان انت كويس عايز افكره ان انت تقدر لازم اقول للناس ان انتوا تقدروا كلمه انت تقدر فيها تقول لك ايه يا عم ماشي انا اقدر اعمل ايه يعني لا انت تقدر على بصمتك غير اي حد في الدنيا اكيد انت عندك حاجه تقوليها او تسيبيها مختلفه عن اللي جنبك بس انت بقى لو قعدتي تضيعيها على اصل بصي ده لابس ايه اصل بصي دي لابسه ايه اصل بصي ده عمل ايه بس دي برده طبيعه بشريه يعني مش هنضحك على بعض كلنا برده فينا الحته دي يعني ما تسيطرش عليكي ما تعطلكيش عن اهدافك يعني كلنا بنبص بصي لابسه ايه بس خلاص قلتها وخلصت لكن مش هفضل بقى عايش مع حاجه ماليش دعوه بيها ما هو الوقت بيعدي والعمر بيعدي وانا قاعد استثمر في نفسك شوف انت هتزود اللي عندك ازاي انت عندك قد كده اللي قد كده دول ممكن بعد 6 اشهر يبقوا قد كده بعد سنه يبقوا قد كده بعد سنتين يبقوا قد كده يعني انت فاهم الحته دي النهارده تقعدي على السوشيال ميديا كلنا على السوشيال ميديا قد ايه النهارده في اليوم شويه كتير السكرين تايم قد ايه المينيمم 4 ساعات ما نص استر بقى علينا الله يسترك استر علينا الله يسترك مش كده بقعد اتفرج على كل حاجه صدى كده يعني صدى ماشي فاهم قصدي الحته دي مش عارف انا ما قعدت معاك حسيت ان انت التمثيل مش اخر حاجه انت عايز تعملها يعني انا ممكن الاقيك بتنتج حاجه بتعمل حاجه ليها علاقه برضو بالبزنس بصي انا دلوقتي الانترتينمنت صح بالظبط انا اي حاجه هعملها دلوقتي لو انا بغني شويه لو انا بعمل شويه ستاند اب كوميدي لو انا بعمل اكسنتس لو بعمل الحاجات دي اي حاجه هعملها بعمل امسينج هوستنج كل ده عايزه يخدم التمثيل يخدم الكاركتر يخدم الكلام المكتوب يخدم اللاينز فاهم ده كل دماغي فانا حتى بقول لك زي ما بقولي بخاف ان انا اعمل فيديو مثلا انا الفيديوهات دي بعملها لذيذه انت تقول لي اعمل تاني كل شويه لما بقول للناس مثلا كلام مش عارف بصمه كلام مش عارف انا مش عايز اتحط في حته ان انا انفلونسر ولا ان انا جاي واعظ ولا انا جاي عايز اقول لك انت يا ابني اسمع يا ابني لو عملتش مش عارف ايه انا عندي خبرات حياتيه وحابب ان انا اشاركها وان انا وانا عارف اني بساعد بيها لان انا بشوف المسجز اللي لك وانت